يجتمع الفريق الصحفي العامل بقناة المعرفة بصفة دورية لوضع ورقة طريق البرامج والتقارير الموجهة لشريحة الطلبة. سنة تمر على انطلاق أول قناة تعليمية في الجزائر بالتزامن مع العيد الوطني للطالب من خلال تقديم خدمة عالمية ذات بعد تربوي. أطلقت القناة بتاريخ 19 مارس بالتحديد تزامنا مع عيد الطالب، هذه الذكرى العزيزة، وجاءت القناة لتلبي أكيد كل احتياجات الطلبة في مختلف الأطوار أقسام الامتحانات، كذلك للطلبة في الجامعات كذلك وطلبة التكوين المهني ومحو الأمية ومختلف الأطوار والتخصصات الأخرى كذلك. توسعت أفق القناة من المرافقة التربوية لمجموعة الحصص والمقرر والمنهج التربوي الرسمي لوزارة التربية، طبعا احنا اتفاقية رسمية مع وزارة التربية، إلى أفق أخرى أبعد، إلى تقديم مادة معرفية محضة. قناة المعرفة للتعليم عن بعد ومن خلال برامجها المتنوعة رافقت أيضا التلاميذ خلال الأزمة الصحية بتقديم دروس تدعيمية وسعيها المستمر لتوسيع شبكتها البرامجية الهادفة إلى ترقية البحث والتعليم في الجزائر. قناة المعرفة قدمت الكثير الكثير للطالب والتلميذ الجزائري إبان أزمة كورونا، لأنه أغلقت المدارس والجامعات. تابع الطالب الجزائري والتلميذ الجزائري تابع دروسه عبر قناة المعرفة. قناة المعرفة من أهم المكتسبات التي حققها الإعلام الجزائري يعني مؤخرا. تخيلوا في غضون يعني فترة زمنية قصيرة، في غضون سنة فقط من الزمن، حققت العديد من المكاسب، وعن تجربة استطاعت يعني مرافقة العديد من الطلبة والتلاميذ المقبلين خاصة على يعني الامتحانات النهائية. الإعلام العلمي والتربوي من شأنه التقرب أكثر من المتمدرسين والطلبة بتقديم مادة إعلامية بصبغة علمية وأكاديمية لتنشئة جيل ذو كفاءة علمية يواصل ما بدأه جيل الثورة.